أن الدستور العراقي في ديباجته قد أشار بصريح العبارة إلى الاهتمام بالمرأة وحقوقها، إلا أن هذا النص لم يطبق بشكل علمي. نساء في المثنى أشرنا إلى إهمال دور المرأة العراقية وعدم إشراكها في مركز القرار كان وراء اندثارها وعدم الاهتمام بها. أي قانون للمرأة ما تنفذ لحد الآن، المرأة مظلومة. شنو السبب؟ السبب هم قعدوا بمصالحهم وفقط. برلمانات العراقية شنو سوينا؟ صم بكم عم لا يرون كل شيء. ماكو، ما أؤمن بهن أنا. بالنسبة لي ما أؤمن بهن أنا صراحة. أحكي لك بالعراق المرأة مظلومة، مظلومة ظلم مو طبيعي، وخاصة المرأة ذات الشرف. لأن الإنسان قسم إلى قسمين، قسم شريف وقسم مو شريف. أنا أقصد الشرف معناته العمل النزيه. وعلى ما يبدو أن الكتل السياسية في المثنى لا تعطي مساحة كبيرة للعنصر النسوي داخل مجلس المثنى من خلال عدم الاهتمام لما تطرحه، حيث شكلت بعض النساء كتلة داخل مجلس المحافظة تتكون من 6 أضواد للقضاء على التهميش التي تتعرض له المرأة العراقية وجعلها قوة يمكن التأثير على قرارات المجلس. تشكلت هذه الكتلة قبل شهرين تقريبا من 6 نساء، وتم التوقيع وانضمت لهاي الكتلة قسم من أعضاء مجلس المحافظة من الرجال، ورحبوا بالموضوع. واستطاعت هذه الكتلة أن يعني تنجح بقرارات معينة وتغير توجهات جلسة مجلس المحافظة من رأي إلى رأي آخر باتجاه إيجابي لكتلة المرأة. يذكر أن عدد من أعضاء مجلس المحافظة رحبوا بتشكيل هذه الكتلة التي يمكن من خلالها إيصال صوت المرأة السماوية وإشراكها في مركز القرار. لقناة صلاح الدين الفضائية، حسين الخزالي، المثنى.